مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو التعليمي لبرنامج الفوتوشوب. سنتطرق من خلال هذا الفيديو إلى شرح كيفية عمل هذا الدمج المثير والخيالي بالطبع. إذا في الأول سنقوم بالضغط على Create New بهذا الشكل. ستنبثق هذه النافذة. في الاسم يمكنك أن تضع ما شئت. في العرض سنضع 1920 والطول 1080 وريزولوشن 72، ثم تضغط على Create. قبل البدء في الشرح لا تنسوا تحميل الصور، كذلك ستجد مع الصور هذه الفرشاة وهي فرشاة الفقاعة Bubble Brushes. بعد تحميلها ستقوم بتحديد أداة البراش تول، ثم تضغط هنا بهذا الشكل. بعد ذلك ستنبثق هذه النافذة، ستضغط هنا. بعد ذلك ستضغط على Import Brushes، ستنبثق لك هذه النافذة. ستقوم بتحديد أداة هذه الفرشاة التي ستكون مرفقة مع الصور، ثم تضغط على Load. تلقائيا سيتم إضافتها هنا بهذا الشكل مع مجموعة من الفقاعات. أنا سأقوم بحذفها لأنني قمت بإضافتها من قبل، إذا سأضغط على Delete Group بهذا الشكل. بعد ذلك أولا سنقوم بإضافة صورة الأندر واتر بهذا الشكل، صورة البحر، إلى البروجيكت. بعد ذلك سنقوم بتعديل الوضع، من الأفضل وضعها في النصف بهذا الشكل، ثم نضغط على Shift من الكيبورد بهذا الشكل لعمله على طول الملف، ثم تضغط على Enter. سنحول الطبقة من Smart Object إلى Rasterize Layer من هنا، طبقة عادية. بعد ذلك سنقوم بنسخها بهذا الشكل، لأننا سنقوم بوضع صورة الفيل بهذا الشكل. سنقوم بإضافة صورة الفيل، فكما تلاحظون أن الفيل يتمشى، فمن الطبيعي يعني أن تكون هناك أرضية بهذا الشكل. سنضغط على Enter. سنقوم بإخفاء صورة الفيل، ثم الثانية سنسميها Underground، تسمية طبقة غير ضروري. ثم نضغط على Ctrl T، ثم نقوم برفعها بهذا الشكل، Enter. إذا نحن نريد هذه الأرضية فقط، إذا سنضغط على Mask، ثم نقوم بتحديد أداة Gradient Tool، ومن هنا ستقوم بتحديد Basics، ومن يعني اللون الأسود إلى اللون الأبيض، مع اختيار البريزيت الأولى بهذا الشكل لأن نريد ظهور تدريجي. نضغط على X لأن نريد إدار، إذن اللون الأبيض إلى اللون الأسود كما تلاحظون. إذن هذا هو الفرق، إذن وضع لنا أرضية بهذا الشكل. الصورة الثانية للبحر سنقوم بإخفائها، سنقوم بإخفاء هذا الشيء من هنا. سنقوم بعمل ماسك، نفس الشيء سنقوم بإدار بهذا الشكل، عفوا هكذا بهذا الشكل. الآن سنقوم بإظهار صورة الفيل بهذا الشكل. سنحولها إلى طبقة عادية Rasterize Layer. صورة الفيل يعني الأرجل يجب أن تكون على الأرضية حتى نقوم بعمل ظل، والأمواج يجب أن تكون بين الأنف والعين. سنقوم بإنقاص الأوباسيتي والتعديل بهذا الشكل، ثم نقوم بإرجاع الأوباسيتي 100%. الآن سنقوم بتحديد أداة الريكتانجل ماركي تول بهذا الشكل، وسنقوم بقسم صورة الفيل إلى جزئين، جزء تحت الماء وجزء فوق الماء. إذا بعد التحديد عفوا سنقوم بالضغط على يمين الفأرة، ثم Layer via Cut. بعد ذلك سنقوم بتسميتها Elephant Underwater، تسمية طبقة غير ضرورة. بعد ذلك سنقوم بتحويل هذه الطبقة البلندي مود من نورمال إلى سوفت لايت حتى تبدو وكأنها يعني داخل البحر. الطبقة الأولى سنقوم بعمل لها ماسك حتى يعني تظهر الأمواج بشكل احترافي. سنقوم بالضغط على Ctrl Plus. نقوم بتحديد البراش تول واللون الأسود مع تحديد الماسك من هنا. لا تنسى تحديد اللون الأسود من هنا، ثم البراش تول، الأوباسيتي والفلو 100% بهذا الشكل، ثم تقوم بالإخفاء بهذا الشكل لأن اللون الأسود في الماسك هو الذي يقوم بالإخفاء. بعد ذلك سنقوم بإضافة الأمواج و
وهي بي ان جي مرفقه مع الصور. نفس الشيء سنقوم بعمله لهذه الطبقه، عفوا ساقوم بالتعديل قليلا، سنقوم باضافه ماسك لهذه الطبقه ايضا، ثم البراش تول، وسنقوم باخفاء بعض الاشياء التي تظهر فوق الامواج. الان سنقوم بجمع هاتين الطبقتين بهذا الشكل في جروب واحد، وسنسميهم مثلا دسي مثلا البحر، وسنقوم باضافه بعض تاثيرات الادجستمنت عن طريق ادجستمنت ثم كولر بالانس. في السيان سنقوم باضافه ناقص 30، وفي البلو نضع زائد 30 كما تلاحظون. لا تنسى ان تضع كليبين ماسك من هنا للتطبيق فقط على البحر. بعد ذلك نضع ادجستمنت ثم نختار فوتو فلتر، ومن هنا سنختار الاندر واتر بهذا الشكل، ونضع في هذه القيمة 30. ايضا نحدد الماسك من هنا بهذا الشكل، اذا لاحظوا الفرق، اعطى يعني عمق في اللون الازرق. بعد ذلك سنحدد ايضا adjustment، لكن الان brightness and contrast، ونضع في البرايتنس ناقص 60. نفس الشيء كليبين ماسك بهذا الشكل. الان سنضع صورة لغروب الشمس، سنقوم باضافتها من هنا، نضغط على انتر، ثم نقوم بوضعها خلف طبقة البحر بهذا الشكل، ثم نضغط على كنترول تي للتعديل بهذا الشكل. أن تقوم بالتعديل حسب ما تريد الصورة بهذا الشكل، أنا أفضل أن تظهر بهذا الشكل. الآن سنقوم بتحديد هذه الطبقة، وسنقوم بإخفاء عن طريق البراش تول، سنقوم بتكبيرها، اللون الأسود للإخفاء من هنا، ثم هكذا بهذا الشكل كما تلاحظون. الآن سنقوم بتحديد هذه الطبقة، بعد ذلك سنقوم بعمل لها adjustment ثم color balance، وسنضع هنا ناقص يعني حوالي قيمة ناقص 57، وهنا في البلو 44، وسنقوم بإنقاص التشبع اللوني عن طريق adjustment hue and saturation، ونقوم بإنقاص saturation إلى قيمة حوالي ناقص 50 بهذا الشكل. كذلك سنقوم بتحديدها يعني تحديد الطبقة، ثم فلتر، ثم بلور، ثم غاوسيان بلور حتى تكون غير واضحة بعض الشيء، وسنضع في الريديوس حوالي 10 بيكسل في هذه الصورة هكذا، لأننا عملناها سمارت أوبجكت فتم إضافتها إلى سمارت فلترز. ستقوم بتحديد سمارت فلترز، وهو عبارة عن ماسك ثم البراشول واللون الأسود، ثم سنقوم بإخفاء الجاوسيان بار يعني الضبابية على الشمس بهذا الشكل حتى تظهر بشكل احترافي، ثم نضع في الأوباسيتي 50% حتى يكون يعني تدرج في الإخفاء بهذا الشكل. إذا لاحظوا الفرق بهذا الشكل. الآن سنقوم بتحديد هنا بهذا الشكل، سنقوم بعمل شادو يعني ظل للفيل بهذا الشكل، سنقوم بإضافة لاير ونضعه خلف طبقة الفيل التي تحت الماء، وسنسميها شادو بهذا الشكل، ثم تحديد البراش تول، نقوم بتصغيرها قليلا، ثم نقوم بعمل ضغطتين بهذا الشكل، عفوا كنترول زد كنترول زد، لا تنسى في الاوباسيتي ان تضع 100%، ثم تقوم بعمل ضغطة بهذا الشكل، ثم كنترول تي، ثم نضغط على شيفت بهذا الشكل، ونضعها تحت رجل الفيل بهذا الشكل. ثم انتر، سنضغط على كنترول زائد بهذا الشكل ثم اتش للتحكم بهذا الشكل، ونقوم بعملها هكذا. الان سنقوم بنسخ واحدة عن طريق كنترول جي، ونضع واحدة هنا بهذا الشكل، ثم كنترول جي، قوم بوضع واحدة هنا مرة اخرى هنا، ثم كنترول جي للنسخ، وضع واحدة ايضا هنا بهذا الشكل. إذا سنقوم بالتعديل بعد حتى تظهر يعني بشكل واقعي، Shift Alt، نفس الشيء لهذه. بعد ذلك سنقوم بجمع هذه الطبقات، ثم نقوم بعملها في جروب واحد من هنا، ونسميه
elephant shadows بهذا الشكل. الآن سنقوم بإضافة أمواج على الفيل، فالفيل يقوم بالمشي وسط البحر، فمن الطبيعي أن تكون هناك أمواج. إذن سأقوم بإضافة صورة الأمواج PNG، ستجدها جاهزة بهذا الشكل. يمكنك التعديل عليها بهذا الشكل عن طريق الضغط على يمين الفأرة ثم War، ثم يمكنك التعديل بهذا الشكل ثم Enter. كما تلاحظون هذه الأمواج لا تتماشى مع أمواج البحر لأن اللون مختلف قليلا. إذن سنقوم بالضغط مرتين بهذا الشكل لإظهار نافذة Layer Seed ثم Color Overlay، ثم سنقوم بأخذ لون من البحر بهذا الشكل ويكون قريب من اللون الأبيض بهذا الشكل، ثم الضغط على OK ثم OK ونضغط على يمين الفأرة ثم نحول Resterize Layer Seed حتى تكون طبقة بهذا الشكل. الآن سنقوم بإضافة طبقة جديدة ونقوم مع تأثير الفقاعات بهذا الشكل، سنسمي هذه الطبقة Bubble بهذا الشكل، ثم تحديد الفرشاة. وقمنا سابقا بإضافة فرشاة البابل، سنقوم بإضافتها بهذا الشكل. تحديد البراشول، سنقوم بالتصغير قليلا، سنضع مثلا واحدة هنا عفوا. لا تنسى تحديد اللون الأبيض، سنضع مثلا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا وهنا، قم بالتصغير قليلا ثم هنا، وهكذا تقوم بالعمل. كنترول صفر، سنقوم بتحويل البلندي مود من نورمال الى اوفرلاي بهذا الشكل حتى تبدو واقعية. الان سنقوم بعمل بعد بين صورة الفيل وغروب الشمس عن طريق اضافة لير جديد سنسميه ديمنشن وهو البعد. سنقوم بتحديد اداة الجريدينت تول، ثم سنقوم بتحديد لون من غروب الشمس بهذا الشكل ويكون لون اللون الأصفر بهذا الشكل، ثم أوكي. هنا سنقوم بتحديد هذا الخيار الثاني يعني من اللون الأصفر إلى الشفافية، ونقوم باختيار هذا البريزيت كما تلاحظون البريزيت الرابع بهذا الشكل، ثم سنقوم بإحضار خط من هنا. إذا لم تكن تظهر لك هذه الخطوط سنقوم بإدارها عن طريق Ctrl R كما تلاحظون Ctrl R، ثم ستقوم بسحب خط من هنا عن طريق الماوس لنحافظ على الاستقامة بهذا الشكل، ثم نقوم بعمل هذا التأثير بهذا الشكل، ثم نضغط على Ctrl H لإخفاء الخط. نحول البلندي مود من نورمال إلى سكرين ونضعها خلف صورة الفيل بهذا الشكل كما تلاحظون، ثم الأوباسيتي تضع 80% بهذا الشكل. الآن سنقوم بوضع بعض تأثيرات الدمج على الفيل. أول شيء سنقوم بنضغط مرتين لإظهار نافذة Layer Seal، ثم نقوم بتحديد Inner Glow، ثم تقوم بتحديد هذا اللون الليموني والBlending Mode Screen Opacity 50%، ثم تضغط على OK. ستلاحظ أن هذه التأثيرات تظهر أيضا على الأمواج. إذن سنقوم بتحويل هذا الإفكت Inner Glow، سنقوم بتحويله إلى Layer ونضيف إليه Mask حتى نظهر ونخفي ما نشاء. سنقوم بالضغط على يمين الفأرة ثم Create Layer بهذا الشكل كما تلاحظون تم إضافته هنا. بعد ذلك سنقوم بتحديد الماسك ثم البراش تول، وسنقوم بإخفاء هذه التأثيرات لأنها تأثيرات على غروب الشمس فيجب أن تكون أعلى الفيل فقط، سنقوم بإخفائها هكذا. إذن كما تلاحظون تأثيرات الدمج. الآن سنقوم بعمل Hue and Saturation لإنقاص التشبع اللوني في الفيل لأن هناك يعني تأثير البحر. سنضغط على Adjustment بعد ذلك Hue and Saturation، نقوم بعمل Clipping Mask للتطبيق فقط على صورة الفيل، والساتوريشن سنقوم بوضع ناقص 40 بهذا الشكل. الآن سنقوم بعمل Layer جديد وسنسميه Sun Effect، ثم نضغط على يمين الفأرة ثم Create Clipping Mask، ثم تحديد أداة Brush Tool ونفس اللون يعني لون يكون قريب من الشمس، ثم سنقوم بالتكبير قليلا ثم نضع هكذا بهذا الشكل. نحول البلندي مود من نورمال الى كولر داج كما تلاحظون كأنه تأثير الشمس، وفي الفيل ضع فقط 50% بهذا الشكل.
كما تلاحظون. الآن سنقوم بإضافة صورة الشجرة، ستجدها يعني بي ان جي جاهزة بهذا الشكل. سنقوم بإنقاصها قليلا وسنضعها كأنها تنتمي إلى جسم الفيل بهذا الشكل، نقوم بالتكبير قليلا ثم انتر، ثم نضعها فوق كل الطبقات وسنسميها 3 بهذا الشكل ونحوله إلى Rasterize Layer بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتحديد أداة Smart Tool وهي أداة فرعية هنا. بعد ذلك سنقوم بعملها كذا وكأن الشجرة تخرج من الفيل بهذا الشكل. لا تنسى أن نقوم أيضا Adjustment ثم Hue and Saturation، ثم سنقوم بإنقاص الساتوريشن قليلا. لا تنسى الضغطتين هنا ثم Clipping Mask للتطبيق فقط على صورة الشجرة. صورة الشجرة سنضع لها أيضا ماسك من هنا، ثم أداة البراش تول، ثم نضع فقط 30% في الأوباسيتي بهذا الشكل. سنقوم بإخفاء أجزاء بهذا الشكل، نلاحظ معي وكأنها تنتمي إلى الفيل. الآن سنقوم بإضافة Adjustment ثم Solid Color بهذا الشكل، ونقوم بأخذ لون من الفيل بهذا الشكل ثم أوكي، ونقوم بإنقاص الفيل إلى 30% بهذا الشكل ثم الماسك. سنقوم بإخفاء على الشجرة، سنضع الأوباسيتي 100% بهذا الشكل. إذن كما تلاحظون وكأن الشجرة تنتمي إلى الفيل. الآن حتى تكون الصورة أكثر واقعية سنقوم بإضافة طبقة جديدة، هذه هي الطبقة سنسميها 3 Shadow لعمل ظل للشجرة تكون خلف طبقة 3 بهذا الشكل، ثم بالبراش تول واللون الأسود سنضع في الأوباسيتي 50% بهذا الشكل ثم ضع هكذا. نسيت أن أكبر البراش، لا بأس بهذا الشكل، ثم الإريزر تول ثم الأوباسيتي ضع فقط 70% حتى يكون ظل للشجرة بهذا الشكل. الآن سنقوم بإضافة صورة الطيور، أيضا ستجدها PNG جاهزة بهذا الشكل. سنقوم بتصغيرها قليلا ثم وضعها على الشجرة، ثم سنقوم بالضغط على يمين الفأرة ثم Flip Horizontal كأنها تأتي إلى الشجرة بهذا الشكل، ثم تضغط على Enter. إذا سنقوم أيضا بإضافة الحوت إلى البحر حتى تكون الصورة يعني أكثر واقعية. ستجد أيضا صورة الحوت بهذا الشكل من تصميمي الخاص بهذا الشكل، قمت برفقها أيضا مع الصور ثم تضغط على Enter، ستقوم بإضافتها بهذا الشكل. سنحولها إلى Rasterize Layer، نقوم بتحويل Blending Mode من Normal إلى Soft Light حتى تبدو كأنها واقعية في البحر، ونضع في Opacity 80% بهذا الشكل. أيضا بال Eraser Tool يمكنك مسح مثلا بعض الحوت، إنقاص شيء بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بعمل آخر خطوة وهي Adjustment ثم Color Lookup. بعد ذلك سنقوم باختيار هذا الفلتر وهو Fuji Eterna بهذا الشكل، كما تلاحظون أعطى يعني شكل فانتازي لهذا التصميم. سنضع في الفيل فقط 70% لأن جمالية التأثير في إنقاص الفيل بهذا الشكل كما تلاحظون. إذن هذه هي نهاية هذا الشرح وهو دمج خيالي ورائع. إذن إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل الجرس، كذلك لا تنسوا بدعمنا بلايك، وأي شيء أي خطوة غير واضحة في هذا الفيديو قوموا بعملها في تعليق لأقوم بالتوضيح لكم. إلى اللقاء في فيديو آخر.